أهلا ومرحبا بكم طلبة وطالبات برنامج التعليم المفتوح المدمج تانية أول. سوف نتناول شرح المقرر الخاص بمادة إدارة الإنتاج والعمليات. الوحدة الأولى النظم الإنتاجية وإدارة العمليات. إن أغلب المنظمات التي تسعى إلى تحقيق ربح أو تحقيق عائد اجتماعي يمكن أن نطلق عليها نظم إنتاجية، فهذه المنظمات تعمل على تحويل المدخلات إلى مخرجات. المدخلات المواد الخام، عناصر العمل، المعدات والآلات والمخرجات، إما أن تكون في صورة منتجات ملموسة أو منتجات غير ملموسة. مسؤوليات مديري الإنتاج والعمليات، تصميم وتخطيط النظام الإنتاجي، تشغيل ورقابة النظام الإنتاجي، بالنسبة لتصميم وتخطيط النظام الإنتاجي فيتضمن تخطيط الطاقة، اختيار موقع المشروع، تصميم العمليات الإنتاجية. أما بالنسبة لتشغيل ورقابة النظام الإنتاجي فيتضمن إدارة ومراقبة المخزون، جدولة الإنتاج والعمالة، الإمداد والتوزيع. الوحدة الثانية اختيار الموقع وهيكل وتكنولوجيا العمليات. مراحل اتخاذ قرار اختيار الموقع تمر بثلاثة مراحل أساسية. المرحلة الأولى هي اختيار الدولة أو الإقليم، وتتضمن التركيز على انخفاض الضرائب، اختيار الدولة التي يوجد بها قلة القيود القانونية، مدى توافر العمالة الماهرة في الدولة أو الإقليم. المرحلة الثانية اختيار المنطقة، مدى ملائمة الصناعة للمنطقة المختارة، مدى توافر شبكة جيدة لعمليات الاتصالات داخل هذه المنطقة. أما المرحلة الثالثة والأخيرة هي اختيار المساحة الخاصة بالمشروع، توفير مساحة إضافية لاحتمالات التوسع في المستقبل. وهناك عدة طرق يمكن استخدامها للاختيار المناسب لموقع المشروع. أولا طريقة الأوزان، تفكر شركة في فتح فرع جديد لها وهناك ثلاثة مواقع بديلة يتم المفاضلة بينهم، والجدول التالي يوضح عوامل المفاضلة والأوزان النسبية لتلك العوامل حسب أهميتها للمنظمة، بالإضافة إلى درجات التقييم لكل موقع في ضوء مدى توافر تلك العوامل، والمطلوب تحديد أي المواقع أفضل للمؤسسة. عوامل التقييم: القرب من وسط المدينة، القرب من مصادر الطاقة، تكاليف الإنتاج، تكاليف النقل، الضرائب، التسهيلات الحكومية. وهنا الأوزان النسبية 3/10، 1/10، 2/10، 2/10، 1/10، 1/10. لابد أن يكون مجموع هذه الأوزان يساوي الواحد الصحيح. وهنا نجد أن الموقع الأول حصل على درجة 8 بالنسبة للقرب من وسط المدينة، و10 درجات بالنسبة للموقع الثاني، و5 درجات بالنسبة للموقع الثالث. أما بالنسبة للقرب من مصادر الطاقة نجد أن الموقع الأول حصل على 4 درجات، والثاني 7 درجات، والثالث 10 درجات،
وهكذا بالنسبة لعوامل التقييم المختلفة. وبالتالي نجد أن عناصر الدرجات التي حصل عليها المواقع المختلفة فهي تختلف تبعا باختلاف العوامل الخاصة بعملية التقييم. وبالتالي لكي نستطيع حساب القيمة المتعلقة بالموقع الأول والقيمة المتعلقة بالموقع الثاني وفقا لطريقة الأوزان، نقوم بالتالي: مجموع حاصل ضرب الدرجة التي حصل عليها الموقع الأول بالنسبة لعامل التقييم الأول في الوزن النسبي للعامل الخاص بالتقييم، ثم حاصل ضرب الوزن النسبي لعامل التقييم الثاني في درجة الموقع الأول، وحاصل ضرب الوزن النسبي لعامل التقييم الثالث في الموقع في درجة الموقع الأول، وهكذا. وبالتالي نجد أن الموقع الأول بيساوي حاصل ضرب الوزن النسبي للعامل الأول في درجة الموقع الأول 3 من 10 في 8، ثم 1 من 10 في 4 زائد 2 من 10 في 7 زائد 2 من 10 في 6 زائد 1 من 10 في 9 زائد 1 من 10 في 10 درجات. نجد أن الموقع الأول حصل على 7.3 درجة. أما بالنسبة للموقع الثاني فيكون الوزن النسبي للعامل الأول في درجة الموقع الثاني، وهكذا. وبالتالي نجد أن الموقع الثاني هيكون 3 من 10 في 10 زائد 1 من 10 في 7 زائد 2 من 10 في 5 زائد 2 من 10 في 10 زائد 1 من 10 في 6 زائد 1 من 10 في 7. وبالتالي نجد أن القيمة الخاصة بالموقع الثاني 8 درجات. أما بالنسبة للموقع الثالث فيكون 3 من 10 في 5 زائد 1 من 10 في 10 زائد 2 من 10 في 10 زائد 2 من 10 في 8 زائد 1 من 10 في 10 زائد 1 من 10 في 8. وبالتالي تكون القيمة للموقع الثالث 7.9. وبالتالي نجد أن الموقع الأول حصل على 7.3، والموقع الثاني 8، والموقع الثالث 7.9. وبالتالي نجد أن الموقع الثاني هو أفضل المواقع التي تم تقييمها، يلي الموقع الثالث، ولقرب الموقعين في الوزن النسبي من اللازم المزيد من الدراسة لترجيح أيهما أفضل. الأسلوب الثاني هو أسلوب مركز الجاذبية. ترغب شركة في إنشاء مخزن لخدمة 5 مواقع لفروع الشركة، والبيانات التالية توضح الكميات المشحونة للفروع ومواقع تلك الفروع،
حسب الإحداث الصيني والصادي، والمطلوب استخدام أسلوب مركز الجاذبية لتحديد موقع المخزن الذي يقلل تكلفة النقل لأدنى حد ممكن، وذلك مع الاستعانة برسم شكل يوضح تلك المواقع. وبالتالي توفرت لدينا البيانات التالية: الفروع، الفرع ألف، الفرع ب، الفرع جيم، الفرع دال، الكميات 35 40 28 43، الإحداث الصيني للموقع 20 15 25 30، الإحداث الصادي للموقع 40 30 10 15. وبالتالي نجد أولا أن مجموع الكميات مج كاف، مجموع الكميات للأربع فروع للشركة مجموعهم 146، مج كاف 146. وبالتالي لابد الآن لكي نستطيع تمثيل المواقع المختلفة لابد من حساب الإحداث الصيني للموقع والإحداث الصادي للموقع، وذلك من خلال الإحداث الصيني هو مج كاف في سين على مج كاف، والإحداث الصادي هو مج كاف في صاد على مج كاف. فنجد أن الإحداث الصيني للموقع الأنسب بيساوي مج كاف سين على مج كاف 35 في 20 زائد 40 في 15 زائد 28 في 25 زائد 43 في 30 مقسوم على مج كاف 146. وبالتالي نجد أن الإحداث الصيني للموقع 22.5. أما الإحداث الصادي فهو عبارة عن مج كاف في صاد مقسوما على مج كاف، وبالتالي نجد أن الإحداث الصادي 24.1. للتوضيح ذلك من خلال الرسم، المحور الصيني والمحور الصادي. اولا موقع المخزن او موقع الفرع الف، الاحداث الصيني للفرع الف 20، والاحداث الصادي للموقع الف 40. ثم تمثيل الموقع ب والموقع ج ثم الموقع د. أما موقع المخزن المقترح، المحور الصيني 22.5، المحور الصيني 22.5، وفي المحور الصادي 24.1. وبالتالي هذا هو موقع المخزن المقترح.